how would you act or what would you do in a first date? Help me imagine. خلاص ما بدنا نحكي هيك قدام الطلاب. No Arabic, please, Salaman. طيب خبرني عن أول لقاء بينك وبين زوجتك. هذا شيء شخصي بعد إذنك. No Arabic. Teacher. It's fine. You're doing all right. Just answer his question in English. غريب بالزور انتبهت لك اليوم اضطريت اطلع مرتين لاتاكد انك انت How long has he been there? Like 5 years. Does he like it? بس بسألك. على فكرة احنا خوفنا عليك جدا المرة اللي فاتت. افتكرنا ان انت حصل لك حاجة. اه عن جد؟ كنت عم تمشى. لا تهت ولا شيء. كنت عم جمع شوية أعشاب والولاد كانوا عم يلعبوا بيعرفوا المنطقة منيح